تعلم الألمانية مفردات وجمل متعلقة بفرقة إطفاء الحرائق. دي فوير فير، فرقة الإطفاء. دي برانت بيكامبفونك، مكافحة الحرائق. دي نوت أوسغانغ، مخرج الطوارئ. دي أكست، فأس. داس لوش فاتزويغ، عربة إطفاء الحرائق. دي فوير فير، شرطة إطفاء الحرائق. Der Feuerwehrmann, رجل الإطفاء. Die Feuerwehrschutzjacke, سترة حماية رجل الإطفاء. Der Ausleger, منصة محمولة. دخان, der Rauch. حريق, der Brand. Die Feuerwehrleute, رجال الإطفاء. خوذة, der Schutz, هلم. خرطوم, der Schlauch. نفاثة ماء, der Wasserstrahl. عربة إطفاء الحريق, das Löschfahrzeug. كابينة السائق, دي فارا كابينة. سلم, دي لايتر. دي فوير واخه, مركز إطفاء الحريق. دي فوير تريبه, مهرب الحريق. لقد وقع حادث. Es ist ein Unfall passiert. Balta, das Beil. Der Feuerlöscher, مدفأة الحريق أو مدفأة الحرائق. جهاز إنذار بتصاعد الدخان, der Rauchmelder. Der Hydrant, مشرع. Der Feuermelder, جهاز إنذار بوجود حريق. Rufen Sie die Polizei. استدعوا الشرطة. Es brennt in. هناك حريق في. أحتاج الشرطة, أحتاج فرقة الإطفاء, أحتاج الإسعاف. Die Polizei, bitte. Die Feuerwehr, bitte. Einen Krankenwagen, bitte. هناك تمارين تفاعلية على موقعنا الإلكتروني.